بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعوة مستجابة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم إنك عفو كريم جواد حليم تحب العفو فاعف عني. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صاحب إجابة سؤال الحلقة السابقة، وهي الأخت الفاضلة صاحبة قناة هايدي بنت مصر، ولها مني جزيل الشكر والتقدير، وكل من شاهد الفيديو أو علق عليه لهم مني جزيل الشكر والتقدير، وأسأل الله دوام التوفيق. وكما أجابت، النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة في عمره، وسميت بحجة الوداع، وكانت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وقد خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة سميت بخطبة الوداع، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 حاج. وسؤال حلقة اليوم، اذكر معجزات سيدنا عيسى عليه السلام. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل شير والمشاركة مع الأصدقاء وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.